طيب معانا على التليفون دكتور طارق لطفي، طبعا كابتن طارق لطفي اللي بيشرفنا وينورنا دايما باحصائياته وبتحليله للمباريات، ولكن المره دي من خلال التليفون. مساء الفل يا دكتور. مساء الفل يا نيره، ومساء الفل على كل الزملكاويه والناس اللي قاعدين بيتابعوا مباراه مصر والسويد. يا رب كل التوفيق لمنتخبنا بإذن الله. يا دكتور شايف المباراة ازاي؟ ليه النتيجة عليت لخمسة بعد ما كنا احنا فارقين اتنين ورايحين نجيب التالت كمان؟ ايه اللي حصل؟ انا شايف البداية كانت بداية قوية وموفقة جدا. منتخبنا كان لحد الدقيقة 10 من الشوط الاول فايق، وباين عليهم ان هم فايقين جدا، مركزين جدا، ولكن وهو ده اللي احنا كنا بنقول عليه وبنأكد عليه، التسرع في سرعة انهاء الهجمات. حقيقة التصديات او احنا بايدينا احنا اللي وصلنا للسكور كده. حقيقة يعني انفرادات بحارس المرمى وحاجات المفروض يعني ما كانتش تحصل ابدا في مباراة زي دي. زي ما احنا بنقول دي مباراة كؤوس، يعني مباراة فاصلة لازم التركيز فيها يبقى تركيز عالي جدا، خصوصا في انهاء الهجمات. واكيد معانا المحلل الاداء بتاعنا بيبقى مفهم اللاعبين في نقاط القوة ونقاط الضعف بتاعت الحارس اللي قدامنا. لكن مش معقول ان احنا نخلي حارس فوقناه في جو المباراة. بالظبط، دخل في فوقناه وبقى اسد علينا خلاص. هو دلوقتي يعني مخلي اللاعبين في خوف شديد للتصويب. لكن زي ما انت قلتي وفي الـ قبل المداخلة، ان لسه السويد انا شايفها فريق عادي جدا، مش الدنماركي ابدا. يعني سهل الرجوع معاه في المباراه يا دكتور، هو ده اللي بنتكلم فيه. بالظبط، وانا شايف منتخب مصر بالعكس، منتخب مصر افضل فنيا من فريق السويد، ولكن فريق السويد هو حارس مرمى، احنا بنلاعب النهارده حارس مرمى فقط. صحيح. فانا شايف ان الشوط الثاني المباراه لسه ما زالت في الملعب زي ما انت قلتي، قدامنا 30 دقيقه، 30 دقيقه لتسطير التاريخ بشكل جديد بايدين 16 لاعب اللي موجودين هناك، ان هم يحطوا خريطه كره اليد بشكل جديد تاني. ان شاء الله ان شاء الله كل التوفيق للمنتخب المصري في الشوط الثاني، وانا اتوقع باذن الله ان مع تركيز شويه ان النتيجه لسه في الملعب، وان احنا ان شاء الله نفرح بعد انتهاء المباراه باذن الله. السؤال المعتاد يا دكتور اللي انا لما كان معايا كابتن باسم في الحلقه اللي فاتت سالته نفس السؤال، لو انت مكان باراندو دلوقتي هتدخل تقول ايه في غرفة الملابس؟ هتدخل تشدد على ايه؟ او ايه الاخطاء اللي انت هتبقى شايف انها لازم تتعالج فورا في الشوط الثاني؟ نمرة واحد، غلق منطقة نصف الحارس. هناخدها حاجة حاجة. في الدفاع، كل التهديف اللي حصل علينا بنسبة 90% من منطقة نصف الحارس، من عند نقطة البنالتي. لازم ان انا اقفل المنطقه دي كويس جدا. المشكله دي من بدايه، بدون قطع كلامك يا دكتور، المشكله دي من بدايه البطوله، لكن بدات تظهر بشكل واضح مع المنتخبات الكبيره، او بدات تظهر بشكل واضح من مباراه البحرين ومن قبلها بلجيكا بدات تظهر، لكن احنا عندنا مشكله فيها من بدايه البطوله. من الواضح ان احنا معمول علينا تحليل جامد جدا، والفرق اللي قدامنا فاهمه نقاط القوه ونقاط الضعف علينا، فهي بتلعب علينا من منطقه نص الملعب. نمره اثنين، لو انا مكان باروندو الشوط الثاني هغير طريقه الدفاع شويه التقليديه اللي بتعود عليها منتخبات اوروبا، واطلع خارج القالب المعتاد. فريق السويد فريق بيحضر كويس قوي علشان يعرف يلعب. لو انا منعت الشغل ده وابتديت العب دفاعات متقدمه شويه على فريق السويد، احد شويه من خطوره وسرعه الانطلاق بتاعه اللي هو بيدخل بالاختراقات ما بين الاثنين. نمرة ثلاثة والأهم، إنهاء الهجمات. لازم اللعيبة تركز شوية. لو إحنا ركزنا في إنهاء الهجمات بس يا نيرة، إحنا الماتش في الملعب، ماتش في الملعب. المباراة ما زالت بس ما ضيعش. يا رب يا رب يا رب. عندنا مشكلة واضحة في إنه ليه السكور عالي كده؟ ليه يعني أنت يعني عالي علشان إنهاء الهجمات. ما أنا النهاردة كرة اليد الحديثة نيرة، الجون اللي انا بضيعه بيترد عليا بيبقى باتنين. طبعا احنا في كوره في كوره كنا رايحين نجيب يعني لو كانت اتصدت او لو كان كده كنا رايحين احنا نفرق ثلاثه، فجاه نزلت بقت واحد، هو جاب فيه جون فبقت واحد. بالظبط. وبعدين باروندو اخذ في الدقيقه 27 تايم اوت والفرق كان ثلاثه. اعتقد هو قال للعيبه يعني لسه ما زال فاضل دقيقتين ونص على الشوط، نمسك نفسنا شويه، ولكن من الواضح ان تعليمات باروندو محدش نفذها حرفيا، والسكور طلع من ثلاثه
الى 5 مع الفرق الكبيره، كان لازم امسك نفسي في الشوط واطلع فرق 2 او بنفس السكور فرق 3 علشان بدايه الشوط الثاني تبقى قريبه. لكن كده انا نازل الشوط الثاني انا يرقى اعوض 5 اهداف وبعدين العب بالظبط. لكن فريق السويد انا شايفه فريق عادي جدا، هو عباره عن سنتر باك وباك رايت فقط وحارس مرمى. لو احنا قدرنا نحد الخطوره ونمسك السنتر باك بتاعهم الهاف ولاعب الباك رايت اللي بيحصل تقاطع وبيجي على منطقه نص الملعب وكل الهجوم بتاعهم هو تقاطعات ودخول من منطقه نص الملعب، ان شاء الله هيبقى في فارق كبير جدا 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 الشوط الثاني. يا رب يا دكتور. طيب ابرز حاجه يعني عايز تقولها عن الشوط الاول كتوتل؟ الشوط الاول فريق فايق جدا ولكن في سوء توفيق في انهاء الهجمات. هي الحاجه دي انا مش شايف حاجه خالص في منتخب مصر غير غلق منطقه نصف الملعب وانهاء الهجمات بشكل وانهاء حقيقي. الهجمات الحتتين دول يا نيره لو احنا قدرنا نعملهم الشوط الثاني احنا فايزين بالمباراه ان شاء الله. تقريبا دي مشاكلنا في كل الماتشات اللي فاتت يا كابتن، بس بدات تظهر في الماتشات القويه. طيب دكتور نورتني وشرفتني وكنت سعيده جدا بتواجدك معايا في مداخله، واكيد هتكون معايا في حلقه بقى قريب علشان نتكلم عن كاس العالم ككل باذن الله ويكون منتخبنا وصل لابعد نقطه ممكنه باذن الله. بشكرك يا دكتور.